برعاية وحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أقيمت اليوم فعالية يوم البحرين الرياضية 2024 الرئيسية بمنطقة خليج البحرين، التي نظمتها الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الاتحاد البحريني للرياضة للجميع. وتابع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة جزءا من فعاليات يوم البحرين الرياضي، والتي تضمنت عدة أنشطة رياضية وترفيهية. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن سعادته بالمشاركة الرسمية والشعبية الكبيرة ليوم البحرين الرياضي، والذي أصبح أحد أهم المناسبات الوطنية التي يحييها الرياضيون والمواطنون والمقيمون على أرض المملكة، مؤكدا سموه على أهمية اليوم الرياضي في بث الوعي لفوائد الرياضة على جودة الحياة وتعزيز المستوى الصحي والبدني والنفسي والاجتماعي للإنسان. وأكد سموه أن المشاركة المتزايدة في الأنشطة الرياضية بهذه المناسبة عاما بعد عام، والتفاعل الرسمي والشعبي مع الحدث وابتكار العديد من البرامج والمسابقات وتزايد أعداد الحضور في الفعاليات الرئيسية لهو أكبر دليل على نجاح يوم البحرين الرياضي، مشيرا سموه إلى ما تمثله الرياضة من أهمية في تنمية المجتمعات. وتقدم سموه بالشكر الجزيل إلى كافة الجهات الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص الداعمة والراعية ليوم البحرين الرياضي ومختلف الاتحادات والرياضيين المشاركين بالفعالية، مثمنا كذلك دور وسائل الإعلام في الترويج للحدث، كما أشاد بالجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة وسائر العاملين الذين ساهموا في نجاح يوم البحرين الرياضي.